إلى قدر الممكن. ولكن ما لدينا الآن هو كافي لعرض صورة كاملة، قد تكون هناك بعض الخلية. وجدنا صعوبة شديدة في استكمال جوانب معينة، مقتنيات تؤرخ الشعب الفلسطيني، في منها هدايا من قادة دول، قادة أحزاب. افتتاح المتحف بعد 15 يوم، وبالتالي يعني لنا أن نتخيل جميعا أننا نخوض سباقا مع الزمن. سيكون هناك احتفال رسمي يوم 9 نوفمبر القادم، وسيفتح المتحف أبوابه أمام الجمهور ابتداء من يوم 10 نوفمبر. بطبيعة الحال هذا يواكب الاحتفال بالذكرى 12 لاستشهاد ياسر عرفات. الإنشاءات بدأت في العام 2010، انتهت في العام 2014. بعد ذلك استغرق الأمر 2 للانتهاء من العرض الداخلي وكل التفاصيل الفنية الأخرى. المتحف غطى تكاليف الشعب الفلسطيني بشكل مباشر من خلال الحكومة الفلسطينية. إذا في الذهن أي استفسار حول موضوع التكلفة العامة، أنا الحقيقة ما عنديش أرقام نهائية، بس إحنا بنتحدث حول 7 مليون دولار، تشمل الإنشاءات والعرض الداخلي وكل التفاصيل المتعلقة بكافة الجوانب الفنية. الشعب الفلسطيني ومؤسسة ياسر عرفات وأنا شخصيا لدينا قناعة تامة أن وفاة ياسر عرفات لم تكن وفاة طبيعية، وأنه تم اغتياله غالبا بالسم، بعد ذلك تم التوصل إلى نوعه، وبطبيعة الحال أن المسؤول عن هذا هي السلطات الإسرائيلية. يعني أنتوا شو بتتوقعوا لما بيكون في تحرك قضائي في فرنسا له تبعات قانونية وعملية يدفع الأمور باتجاه معينة؟ شو ما هو المتوقع غير أن تحاول فرنسا إغلاق هذا الملف؟ اللي بيقدروا يحكوه حكوا في 2004 وموجود في التقرير واضح لمن يريد أن يفهم، كان يجب أن يتوقفون. المسألة مسألة محسومة، انتهت، ما عادش المطلوب مزيد من البحث في هذا المجال. المطلوب أنه نشوف ما الذي يجب أن يكون عليه رد الفعل الفلسطيني الجماهيري والرسم. المتحف أساساً منطقة العرض تبعت المتحف عبارة عن 4 مماشي أو مسارات. الدكتور نبيل لسه مش معجب بكلمة مماشي. 4 مماشي صاعدة تعرض الحكاية الفلسطينية من مطلع القرن 20 وحتى العام 2004.